Hello grade 4, how are you? النهارده ان شاء الله هنقدم لكم ماده اللغه الانجليزيه للصف الرابع الابتدائي تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. Today we're going to continue unit 2, lesson 3. We're going to take or start with the grammar. Do you remember the present simple? We talked about the present simple وعرفنا الرولز بتاعتها وعرفنا بتيجي ان هي بتيجي في 3 forms: affirmative form, negative form و question form. المرة اللي فاتت احنا اخدنا الaffirmative form والnegative form واتفقنا ان احنا هنقسم الpersonal pronouns او subject pronouns into two groups plural وsingular. اتفقنا ان الplural هيبقى تحتها I, we, they, you والsingular هتبقى تحتها he, she, it. واتفقنا ان مع الplurals الverb هينزل زي ما هو I will not add s or es. أما مع singular we're going to add s or es to the verb. النهاردة هنقول رول كده صغيرة ليها علاقة بالsingular. إمتى بحط ال es؟ بحط ال es لو الverb بتاعي ends with s, ss, sh, ch, x or o. يبقى أنا لو لقيت في الverb بتاعي أخره في حاجة من letters اللي احنا قلنا عليها دي بدل ما حط s هحط es. واتكلمنا بعد كده عن النيجاتيف فورم، هما نفس التو جروبس موجودين عندي بلورال وسنجلر، وقلنا ان البلورال اللي هما اي ووي وذي ويو هياخدوا دونت، والسنجلر اللي هما هي وشي وات هياخدوا دوزنت. والرول اللي اتكلمنا عنها الصغيره بتاعتنا ان انا لو عندي دوزنت في السنتنس اي ويل نوت اد اس اور اي اس تو ذا فيرب، خلاص الفيرب هينزل زي ما هو بالظبط. يبقى أنا لو عندي doesn't في sentence I will not add anything to the verb. First we're going to start with some new words. There are only three words. Break. Break. What's the meaning of break? راحة. For an example, I've been working for 2 hours. I need to take a break. يبقى break يعني راحة. The second word, woman. Woman, امرأة. The last word, shop assistant. Shop assistant. لما بروح أي مول أو أدخل أي محل بيبقى فيه حد بيساعدني. Shop assistant. The verb which I'm going to use in this unit is want. الverb اللي أنا هفضل أشتغل عليه في present simple في unit 1 هو الverb want. طيب النهاردة احنا هنتكلم عن الـ question form. احنا خلاص قلنا الـ affirmative وقلنا الـ negative. هنتكلم عن الـ question form. الـ question form نفس الـ rules برضو ان انا هقسم plural و singular. الـ plural تاني اللي هما I, we, they, you. طيب دول هياخدوا ايه؟ دول هياخدوا do. هياخدوا do. والsingular he و she و it هياخدوا does. يبقى أنا I'm going to start my question مع البلورال بدو ومع السنجلر does. تمام. نيجي ناخد كده example سريع. If I want to ask in the plural form, do you want eggs? Do you want eggs? طيب لو عايز أسألها في singular form, does she want eggs? Does she want egg? طيب miss أنا ليه ما حطيتش في الverb بتاعي s؟ يعني ليه ما قلتش does she wants egg؟ هتلاقوا فيه حاجة غلط في pronunciation لأن نفس الرول مش هينفع يبقى عندي في question does وأحط للverb بتاعي s or es. هيتعامل نفس معاملة plural بالظبط. يبقى في plural do you want eggs وفي singular does she want eggs. لما اجي بقى اجاوب، لما اجي اجاوب على الاسئله دي هقول ايه؟ اول حاجه هنحلها البلورال. Do you want eggs؟ هعمل ايه؟ انا عندي برضو رول كده صغيره اعرفها ان انا if I asked with you، لو انا بسال بيو يبقى الاجابه هتبقى بآي او وي. لو انا بسال بيو الاجابه هتبقى بآي اور وي. طيب do you want eggs؟ Yes, I do. Yes, I do. طيب
لو هقول no هتبقى no I don't. No I don't. طيب لو هتكلم بقى في singular form، هتكلم بالsingular form، does she want eggs؟ هقول yes she does. Yes she does or no she doesn't. يبقى again في question form plurals اللي هما I, we, they, you هياخدوا do، والsingular اللي هما he, she, it هياخدوا does. Let's have some exercises. For an example here I'm going to ask a question والanswer هتبقى yes. طيب أول حاجة عندي you cereal. يعني إيه cereal؟ إحنا قلنا cereal اللي هي الحبوب أو الكورن فليكس. طيب هسأل أول حاجة you هنا دي singular ولا plural؟ plural super. طيب قلنا البلورال بياخد do ولا does؟ بياخد do. فالquestion بتاعي هيبقى إزاي؟ do you want cereal؟ do you want cereal؟ هنقول إيه؟ هنقول yes I do. عشان احنا قلنا ان انا لو بسأل بيو I have to answer with what with I or we. The second picture it و vegetables وانا المفروض اجاوب الانسر بتاعتي هتبقى بنو والتصحيح بتاعها fish. طيب اول حاجة هسأل السؤال it singular ولا plural؟ singular. So I will choose does. I will start my question with does. Does it want vegetables؟ does it want vegetables؟ هقول no it doesn't. No it doesn't. It wants a fish. It wants a fish. اوكي كده احنا عملنا mixture ما بين الaffirmative form والnegative form والquestion form. يبقى الexample ده انا دخلت الthree forms بتوع present simple. Let's have another picture. عندي you وfish. Do you want fish? Yes, I do. The next picture عندي she pasta ويس. الإجابة بتاعتي هتبقى بيس. Does she want pasta? Does she want pasta? Yes, she does. وزي ما قلنا ما ينفعش يبقى عندي does وحط s or es to the verb. The verb will be written as it is. مش هغير فيه اي حاجة خالص. طيب هنا الاكسرسايز ده برضو هيبقى ميكس كده ما بين الثري فورمز بتوعي. عندي he وmeet والاجابة المفروض تبقى بنو والتصحيح هتبقى fish. Okay let's start our question. First I have he. He دي يعني singular. يبقى هسأل بدو ولا does؟ Excellent great four. I'm going to ask with does. Does he want meat? Does he want meat? No, he doesn't. No, he doesn't. He wants fish. He wants fish. يبقى أنا كده عرفت إزاي أعمل الـ affirmative form وإزاي أعمل الـ negative form وإزاي أعمل الـ question form. طيب هنا they ketchup والإجابة هتبقى بنو وهصححها بأجز. هصحح مكان الكاتشب هحط أجز. عندي they. They دي plural ولا singular؟ plural. Super. يبقى I'm going to start my question with do. Do they want ketchup? No, they don't. They want eggs. Super. Great four. طيب يبقى احنا زي ما اتفقنا في ال question form I'm going to divide the personal pronouns أو subject pronouns into two groups. Plural وsingular. البلورال I'm going to start my question بدو والسنجلر I'm going to start my question بدوز. وزي ما اتفقنا لو أنا عندي does في الquestion يبقى الverb هينزل زي ما هو. I'm not going to add s ولا es. اوكي واتفقنا الرول بقى بتاعتي اللي أنا أبقى عارفاها إن أنا I will start my question with do وبعدين هحط السبجكت بتاعي أو السبجكت pronoun بتاعي وبعدين أنزل الverb وأنزل الحاجة بقى بتاعتي بعد كده أيا كان بقى السؤال بيقول إيه. Super. Let's see here some examples. Do you want eggs? Do you want eggs? Yes. I'm going to answer with yes. So it will be yes I do.
يا ميس ليه مش بنقول يس يو دو؟ عشان انا قلت لما باجي اسال السؤال بتاعي بيو يبقى الانسر بتاعتي هتبقى باي او وي. سوبر جريت فور. طيب لما اجي اسال بقى في سنجلر فورم، does she want cereal؟ does she want cereal؟ هنقول no she doesn't. no she doesn't. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنكتب السنتنس بتاعتي او بحط البريزنت سيمبل في الافيرماتيف فورم وفي النيجاتيف فورم وفي الكويستشن فورم، وعرفنا الرولز اللي عندي. قلنا ان انا عندي لو في doesn't او does في السنتنس او الكويستشن يبقى الفيرب هيتكتب زي ما هو، I will not add s I will not add es. طيب تاني رول قلناها ان انا في الكويستشن فورم لو انا بسال بيو اللي هي انت او انتي، so I have to answer with I or we. طيب it's phonics time today. phonics time قلنا ايه phonics؟ يعني ايه phonics؟ بنعرف فيها البرونونسيشن والساوندز بتاعت some letters وsome words. طيب فاكرين لما قلنا لما خدنا vowel u وقلنا ان انا بقسم الفاولز دي لشورت فاولز ولونج فاولز، وقلنا ايه هي الشورت فاول وايه هي اللونج فاول، وكنا ساعتها اتكلمنا عن letter U. النهاردة هنقول mix لشوية vowels تانين. طيب تعالوا نفتكر ايه هما الفاولز اللي عندي. excellent. A E I O U. A E I O U. super. طيب the first word is cat. cat. I'm using the vowel A. طيب cat هنا دي short vowel ولا long vowel؟ excellent. short vowel عشان انا بقول الساوند بتاع الفاول زي ما هو بالظبط، بقول الاوريجينال ساوند. سوبر. the next picture bed. bed الفاول اللي عندي e. طيب bed دي short ولا long vowel؟ سوبر short vowel. اوكي pin. pin الفاول اللي بستخدمه i. طيب pin هنا grade 4 short vowel or long vowel؟ excellent short vowel. next picture box. box box هنا short ولا long؟ short. super. okay the next picture gum. gum gum هنا short ولا long vowel؟ short vowel. يبقى short vowel ان انا بقول البرونونسيشن او بقول الاوريجينال ساوند بتاع الفاول اللي عندي. طب let's see some examples بقى for the long vowels. اول word عندي cake. cake. طيب لما نيجي نشوف هنا cake cat. cake cat هتلاقوني في letter A انا بطول في النطق بتاعه، يبقى ده هنا الورد دي long vowel cake. b b long vowel. bike bike. home home يبقى برضو long vowel. طيب تعالوا كده نعمل practice كده سريع على الفونكس. I'm going to read this sentence ونبدأ نطلع منها short و long vowels. The first one Hani needs a kite, a coat and a cake. يبقى Hani needs a kite دي short ولا long؟ long. a coat long. a cake long. دول كلهم long vowels. The next sentence Hisham pets the cat and the dog. Hisham pets the cat and the dog. cat هنا short ولا long؟ short. ودوغ short. برافو. طيب let's see this sentence بقى، هنلاقي فيها كده mix ما بين الشورت واللونج. the blue and red bag is on the bed at home. the blue and red bag is on the bed at home. first فاكرين لما خدنا vowel U قلنا blue. blue دي short ولا long؟ long. طيب red short. bag short. bed short. home long. super يا grade 4. طيب let's listen to the word and match. هنسمع النطق بتاع كل كلمة من دول من pictures دي ونشوف هي short ولا long. okay I have the first picture red. red red دي grade 4 short ولا long vowel؟
excellent short. طيب هتبقى short e عشان red r e d يبقى short e super. Okay, the second picture coat. Coat تبقى short ولا long o؟ Long o super. The third jam. Jam. Okay, it's short a or long a؟ Short a super. Cup. Cup. Short or long u؟ Short u. Excellent. Nut. Nut. Nut هنا هتبقى short u super. Kite. Kite. Long i. Excellent, yeah, grade 4. Okay, we're going to know the meanings of some words وفي نفس الوقت أتمرن على الفونكس بتاعتها. Cat, cat اللي هي القطة, short vowel. طيب bed, bed كل واحد كده يحاول يقول هي short ولا long. Bed اللي هو سرير, short vowel. Excellent. Okay, pin, pin اللي هو الدبوس, short vowel. Super. Box, box short اللي هو صندوق أو علبة. Okay, gum, gum short لبان. Next, cake, cake بطول في الايه تبقى short or long. Excellent, long super. Cake. Next, bee, bee long اللي هي النحلة. Next, bike, bike. Bike دي long vowel اللي هي العجلة. Okay, home, home دي short ولا long؟ Excellent, long vowel, super. Next, ant, ant النملة دي short ولا long؟ Short vowel, super. Okay, next. We said the jam is short vowel. Excellent, yeah, grade 4. Hat, hat. الطاقية short vowel or long vowel? Excellent, short vowel. Next, we have here bag. Bag, شنطة. Bag دي short vowel or long vowel? Excellent, short vowel. Super, yeah, grade 4. Map, map. Map اللي هي الخريطة. Short or long? Short. يبقى الشورت أنا بقول الأوريجينال ساوند بتاع الفاول بتاعي، لكن اللونج أنا بمتد في إن أنا أقول الفاول بتاعي. سوبر. طيب let's see this word. Sick. Sick اللي هو مريض. Sick short or long؟ Short. سوبر. Okay, let's see the next one. Sit. Sit short. Excellent. Okay, here I have pot. Pot اللي هي الحلة. Short or long؟ Excellent, short. Super, yeah, grade 4. طيب let's see here another example. Nut. Nut I have short or long u؟ Short u. بنطقه زي ما هو بالظبط. طيب I have here paint. Paint اللي هي يرسم. Is it short or long u؟ Short or long vowel؟ It's long vowel. Paint. ما بقولش الأوريجينال ساوند بتاع الفاول اللي عندي. Excellent. طيب need. Need يحتاج. Need. Excellent. Long vowel. Super. Okay. Feet. Feet. Long vowel. Okay. Tea. Tea. A shay. Long or short e؟ Excellent. It's long e. Super, yeah, grade 4. طيب هنا بقى light. Light. Light is short or long i؟ الفاول اللي عندي letter i. طيب light هنا short or long؟ Light. It's long vowel. نفس الحكاية هتبقى مع كلمة kite، ونفس الحكاية هتبقى مع كلمة night. يبقى light و kite و night long vowel اللي هي long i. Super. Excellent. Here we have coat.
coat البلطو is it short or long vowel long vowel super note note long super يا grade 4 طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه في الفونكس تايم اتكلمنا عن الفاولز عامه ايه هي الفاولز اللي عندي a e i o u واتفقنا ان انا بقسمها لشورت ولونج الشورت ان انا بقول الاوريجينال ساوند بتاع الفاول واللونج لا انا بمتد فيه بطول في النطق بتاع الفاول بتاعي سوبر يا جريد 4 ناو ليتس دو اور براكتس هنعمل البراكتس ده هيبقى جرامر والفونكس اوكي ونفضل نراجع مع بعض كده وحاولوا تحلوا معايا تمام هنفتكر الكويستشن فورم وبعدين في الاخر نقوم مراجعين على كل بقى البريزنت سيمبل ونتفق ايه هي الرولز بتاعتنا نحفظها تاني 1 باي 1 طيب تعالوا نعمل البراكتس مع بعض في على البورد تمام let's start our practice طيب هنا we're going to read and match we have the first question does he want fish does he want fish يبقى أنا لما أجي أجاوب بدام هو match يبقى هبص على إيه هبص على he وهبص على does خلاص does he want fish it will be super no he doesn't no he doesn't he wants eggs he wants eggs super طيب question number two do they want meat do they want meat هنبص على الانسر لازم يبقى فيها نفس السبجكت اللي انا مستخدماه في الكويستشن اللي هو ايه they يبقى do they want meat yes they do yes they do طيب the last question does it want pasta does it want pasta super no it doesn't no it doesn't it wants fish it wants fish super طيب here we're going to look at the picture and then write the answers first we're going to look on that girl okay does she want meat does she want meat طيب لو احنا هنيجي نجاوب بنو هنقول ايه ولو هنيجي نجاوب بيس هنقول ايه first if we're going to answer with no it will be no she doesn't no she doesn't طيب لو هجاوب yes yes she does yes she does طيب في حاجة كده ممكن نعملها ان انا لما اشوف الكويستشن كده قدامي بعمل علامة scissors او علامة x يعني انا دلوقتي بدأت السؤال بتاعي ب does she يبقى في الانسر بعد no وبعد yes هعكسهم يعني لو does she want meat هتبقى no she doesn't no she doesn't أو yes she does excellent طيب we're going to talk about these men خلاص do الquestion هيبقى عامل ازاي الاول انا عندي they they دي singular ولا plural plural يبقى انا I'm going to start my question with do فهتبقى do they want eggs طيب هجاوب واقول yes they do أو no they don't excellent طيب the last one this man we're going to ask the question here with does ولا do هنبدا السؤال بايه اول حاجه ده he طيب he دي singular ولا plural singular يبقى I'm going to start my question with does he want fish does he want fish عشان احنا اتفقنا ان انا لو عندي في الquestion او في sentence does او doesn't يبقى الverb هيتكتب زي ما هو I'm not going to add s or es طيب does he want fish yes he does yes he does طيب لو no يبقى no he doesn't excellent yeah grade 4 super let's continue our practice the last one okay احنا اتكلمنا عن الفاولز وقلنا في الشورت واللونج فاولز وعرفنا ايه الفرق بينهم طيب let's see this practice انا دلوقتي المفروض هقرا الوردز دي واعمل سيركل على الوردز اللي عندها the same sound نفس الساوند طيب number one may lake jam paint first انا عندي may وjam دي short ولا long short ولake وpaint long excellent
Number two, I have be, bed, feet, tea. طيب عندي be, feet, tea دول long vowel و bed short vowel. Super. طيب number three, عندي kite, bike, light, pin. Kite و bike و light دول عندهم نفس الساوند اللي هما short ولا long vowel. Long. لكن pin short. The last one I have home, boat, box, note. Home and boat and note they have the same sound long وbox short. وانتوا حاولوا في البيت try to make a practice على number five اللي هي run, blue, glue, tube. عندي اخر ثلاثة blue وglue وtube دول long vowel. وبكده يبقى خلصنا unit 2 lesson 3. نتقابل المرة الجاية ان شاء الله. باي.